المنتدى العالمي للرؤساء التنفيذيين ينطلق من دبي لتبادل الخبرات مع مشاركة كبرى الشركات العالمية. لمعرفة المزيد تابعونا في هذا التقرير. المؤتمر العالمي لرؤساء التنفيذيين المنطقة الحرة للمطار الشرق الدولي هي تعتبر الراعي البلاتيني، ومشاركتنا كثير مهمة في هذه الفعالية اللي تجمع عدة دول للمشاركة في هذه الفعالية. والحمد لله يعني احنا نشوف في اقبال كبير من وراء اجتماعاتنا مع المستثمرين والاستشاريين الموجودين من حول العالم. الخبرة دوم مهمة وضرورية، والمشاركات هاي تجذب وتربط علاقات دولية. فأي اجتماع ومشاركة مع عدة جهات من الدول الموجودة هنا، أمريكا والصين واليابان ودول أخرى، هاي تجذب وتربط العلاقات مع بعض وتساعد أن تعطي فرص جديدة للشركات من دولهم أن يستثمرون في دولة الإمارات العربية المتحدة وخاصة المنطقة الحرة. احنا هدفنا من وراء المنطقة أن نتعلم وراء الفرص والخبرات اللي موجودة من خارج الدولة والمحلية ونستفيد منها ونطبق. اليوم الحمد لله الإمارات رائدة في كل المجالات، وندور فرص جديدة نتعلم ونطور ونغير التطبيقات اللي عندنا عشان تكون أعلى مستوى في العالم إن شاء الله. اليوم احنا هذا واحد من المؤتمرات اللي موجودة في مدينة دبي وفي الإمارات بشكل عام، واليوم هالمؤتمرات تحاول أنها تحط الموضوع كله في موجه من اللي قدام المتلقي نفسه، المتلقي اللي في الانترناشنال ماركتس أهم شيء. فاليوم احنا نشارك في هذه المؤتمرات لنقص القصة اللي موجودة عندنا، وغير عن كذي نعطي نراوي الفرص اللي موجودة عندنا اللي موجودة في دولة الإمارات وفي دبي خاصة. كثير من الفرص هذه اللي موجودة عندنا اليوم معروفة، ولكن بعد التذكير دوم مهم ان احنا نقدر ان نوصل معلومة مهمة. الشغلة الثانية المهمة بعد، اليوم احنا في تحدي وفي تطور ونمو على مدى السنوات اللي طافت، وهذا يعطينا بعد فرصة ان احنا في يكون عندنا محتوى جديد ان نقدر نقوله حق المتلقي اللي في الخارج. احنا نعطيهم فرصة ان يشوفون ان المدينة او الدولة في نمو والاقتصاد في نمو والفرص اللي موجودة لهم هنا كثيرة، فحابين ان نعطيهم هالفكرة. تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة من أهم وأقوى الدول العالمية تجارة واقتصادا، وذلك يؤهلها بأن تكون من أهم الدول تصديرا للخبرات.